بنو تغلب قبيلة عربية من أعظم قبائل ربيعة شأنة، تنسب إلى جد جاهلي يدعى تغلب بن وائل بن قاسم، ويطلق على بني تغلب الأرقم. كانت تغلب تسكن قديما نجد والحجاز، ثم هاجرت واستقرت في ديار ربيعة بالقرب من الشام. وتغلب من القبائل التي كانت تخوض حروبا كثيرة في جاهليتها، فقد حاربت بني بكر 40 سنة في حرب البسوس، وقد اعتنق بنو تغلب النصرانية، ثم اعتنق بعض بني تغلب الإسلام سنة 9 هجرية، إلى أنهم ارتدوا وناصروا سجاح كما ساندوا الفرس في حربهم ضد المسلمين، إلى أن خالد بن الوليد انتصر عليهم في عين التمر سنة 12 هجرية. وقد شاركت تغلب في ثورة القرامطة، وتفرقت تغلب في بلاد الشام بعد ذلك، وكان لها دور بارز في قتال التاتار سنة 681 هجرية. ونبغ من تغلب عدد من الشعراء مثل المهلهل بن ربيعة والأخطل وعمرو بن كلثوم. وتفرعت تغلب إلى عدة فروع، منها بنو شعبة بالطائف، وبنو حمدان ملوك الموصل.